وطبعا وجود الواحات المتميز في مدينة العين أعطانا نوع من التحدي الكبير في أننا نستفيد من هالكم اللي يقدر تقريبا بعدد 170 ألف نخلة وآخر الإحصائيات. ففي البلدية عندنا نحن في أولويات وعدة أفكار بدينا في تنفيذها في الفترة الأخيرة، وخصوصا موضوع الاستفادة من هذه المخلفات. نحن وفق بعض الدراسات تعطينا أن النخلة تعطينا خلال السنة أكثر عن 25 كيلو جرام، فبحسبة بسيطة تعطينا اللوحات فقط اللي موجودة داخل مدينة العين أكثر عن 5000 طن في السنة، غير ناهيك عن الحدائق العامة والميادين والشوارع. والحمد لله هالكم هذا أعطانا تحدي أو دافع أن نحن نشوف لها فكرة. الآن بدأنا في تطبيق هالموضوع اللي هو تدوير مخلفات النخيل. جميل. وفق عدة مراحل طبعا حسب خطة الإدارة عندنا في البلدية. نعم. نبدأ بالأولويات. الأولويات اللي هي أول شيء عندنا نفس الواحات، نبغى نحط فيها نفس المنتجات اللي طالعة من نفس الواحات. حلو، يعني الخلل اللي تطلع من الواحة هذه يتم فيها. بالضبط، على أساس أن في البداية هذا أول موضوع بالنسبة لنا، نغطي كل الممرات. جميل. الأروقة، الميادين العامة داخل الواحات، كونها الآن صارت جاذبة للسياح. صحيح. في مدينة العين.